بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع خطبة اليوم: وجوب الزكاة وعقوبة مانعيها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صفيه من خلقه وخليله، للأمانة بلغ الرسالة، نصح الأمة، وشفى الله به الغمة، أزال به الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى تهمه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء طريقة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين وصحابة الغر المحجلين. معاشر الإخوة الكرام، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا جاءت يوم القيامة صحائف من نار يحمى عليها في نار جهنم، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كلما بردت ردت له، كلما بردت ردت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى مقامه وسبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال الصحابة المر عليهم: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا جاءت، إلا بطح لها في قاع قرقر، أوفر ما كانت، لا ينقص منها فصيل، فتطأه بخفاف بأخفافها، وتعده بأفواهها، كلما مر عليه آخرها رد عليه أولها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال الصحابة المنظر عليهم: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: لا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها، لا يؤدي منها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، ليس فيها عقصى ولا عضراء ولا جلحاء، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما مر عليه آخرها رد عليه أولها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث، معاشر الصالحين، حديثنا اليوم عن الزكاة. والزكاة لغة مصدر زكى الشيء إذا نما وكثر وازداد، والزكاة هي النماء وهي البركة وهي الطهارة. وفي الاصطلاح الشرعي هي حصة مخصوصة
من مال مخصوص في وقت مخصوص تصرف إلى جهات معينة، وهي واجبة على المسلمين بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أما كتاب القرآن فتضافرت الآية في هذا الأمر، بل إن الله عز وجل قارن بينها وبين الصلاة في 82 موضعا. رب اجمع الأصل في القرآن 82 آية، ومنها الصلاة وآتوا الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أما الأحاديث فكثر، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أو أقواما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، فإنهم أطاعوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله عز وجل فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فإنهم أطاعوك إلى ذلك فتوقع كرائهم. وقد أجمعت الأمة قاطبة على أن الزكاة فريضة. وليد معاشر المسلمين، معاشر الإخوة الكرام، قدمنا بين يدي الزكاة هذا الحديث النبوي الشريف الذي يهز الأغنياء هزة ويخوفهم تخويفا، ليبالغوا ويسرعوا فيطهروا أموالهم حتى تطهر وتنمو وتحفظ. شان واحد يخرج الزكاة، هذه الزكاة اللي تخرج هذه البركة القليلة 2.5%، وكيبقى لك أنت 97.5%، هذه البركة كتطهر أنت من الشر، وكتطهر المال ديالك، وكتنميه، وكتحفظه. هذه البركة. المال مال الله، وما أنت أيها الغني، وما أنت إلا مستخلف فيه. تاني مستخلف، لا بدي يرجع لولاد. هل جئت لهذه الدنيا غنيا؟ ما الذي رباك بنعمه؟ رباك بنعمه. جئت لا حول لك ولا قوة. رباك الله عز وجل بنعمه، فأصبحت غنيا، فاشكر ربك عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة، أي واحد عن الذهب والفضة، المال الذي بلغ النصاب، نصاب المال 85 جرام، إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول 40 عام وما خرجش شيء الزكاة، شوف شنو غيكون المصير الأخروي. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. هذاك المال اللي بخلتي به انت وبنيتي به وحرصتي عليه وما بغيتيش تخرج، سيصبح لك يوم القيامة عدوا، يولي عدو، تبغي تفرغ من ولدك غير الدين. إلا هذا الذهب وهذا الفضة وهذه الفضة التي بخلت بإخراج الزكاة منها تصبح يوم القيامة صفائح من نار، طرفة ديال النار، فيحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها ما لا يكوى بها، فيكوى بها جنب هذا البخيل في الجنة.
فيه خرجوا خرجوا الزكاة حاجة فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم. هل أنت شمس تبغيش تخرج منه؟ هذا معاشر الفقراء، هل يستطيع أحد منا الصبر على عين الفقر؟ شكون اللي يقبل أن يصبر على وقيل الحرب؟ على شرار أهل الثياب والجبال والثياب؟ لا أحد. فما جوابك أيها الشحيح، أيها المانع لركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه؟ بأي جواب ترضى الله عز وجل؟ وبما تستطيع أن تدفع هذا العذاب الشديد في يوم ليس كسائر الأيام؟ شوف هذا أيام في يوم كان مقداره 50,000 سنة. من يستطيع أن يتحمل لحظة عذاب؟ شكون يقدر يتحمل لحظة دقيقة في الدنيا؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد وهو في العذاب. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولهذا من هذا الحديث استنبط العلماء جمهور أهل العلم على أن مانع الزكاة بخلا ليس كافرا، بخلا يبخل بها ليس كافرا. ما الحديث؟ فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لو كان كافرا لما رأى سبيله إلى الجنة البت. لكن من جحدها، من جحدها قال شو تلعب هذا؟ شو تسال هذا؟ شو سيالي؟ ما عرف الحد، ما بعرف شو تعطيني، وش ديالي؟ أما من جحدها فقد كفر. إجماع المسلمين على أن من جحد معلوما من الدين بالضرورة كالزكاة فقد كفر بالله رب العالمين. الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير، قالوا يا رسول الله فالإبل هم سكر الصحراء وهم أهل الإبل، فمن عمل لا رسول الله في الإبل هل فيها زكاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم ظهرها. كذلك الإبل إذا بلغت النصاب وحال الحول ان شاء الله تمشي حقها للابل، ومن حقها حل حلبها يوم وردها. من حق الابل انها يجب باش ترد، جات الموالد باش تشرب الماء، المولد باش تشرب الماء، من حقها ان تحل وتعطي للمساكين. لا تحوجي المساكين الى طبق ابوابك ايها الغني. لما يجيو الابل يشربوا تخلي الفقراء يستافدوا حلبوا يشربوا، ومن حقها حلبها يوم وردها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يؤدي زكاة إبله يوم القيامة يبطح لها. يوم القيامة شنو يدير ليه؟ كاين أسئلة البطح. وتعود أوفر ما كانت، إذا كانت بعيدة في الدنيا يوم القيامة تكون سمينة، أوفر أقوى مما كانت في دنياها. لا ينقص منها فصيل، ما ينقص منها ولا واحد غيره، كما كان عددها كما كان وجسمها اوفر مما كانت عليه. ماذا تصنع معاشر الصالحين هذه الابل التي ظن وبقي بها صاحبها على ان يخرج زكاتها؟ شو غادي يجرى ليه؟ وفرحان بها يخرجها ويدخلها ويتنعم بالمناظر ديالها وما يبغيش واحد يحط عليها يده وما بغاش يخلص الزكاة ديالها، اش يكون الجزاء ديالها؟ فتطأه بأخفافها. كاين عز الكرش ديالها وهي كتدوس في الأطفال، كنعرفوا قوة الجبال
الآخرة قلنا أوفر مكان تقعه بأخفاف وتعضه بأفواه. كلما انتهت المسجد ينهك عادت إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أيستطيع أحد منا وطأة واحدة من جبل أو عضة واحدة من جبل؟ لا يستطيع. أيها الغني يا من لك إبل انتبه، إن العاد عرض الأكبر يبقى لك. من كان له 5 جمال، عندي 5 جمال كسبت منهم خلال السنة كاملة من الحليب ومن الحمل ومن السفر وكذا، فإذا ضار العام وحال الحول كتخرج الشاي 5 جمال، تخرج لهم شاي واحد، ولكن ما خرجتش بخمسين. تقع بأخفافها وتعضه بأفواهها. كلما مرت عليه أخراها عادت أولاها بتعضه. يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله عز وجل بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال الصحابة رضي الله عليهم: يا رسول الله، والبقر والغنم والشمس في زكاه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها. وكذلك لا يؤدي منها حقها الا جاءت يوم القيامه لا ينقص منها شيء، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيها عقل ولا عضلة ولا جنحة. العقصاء هي من القرن ديال الملوي، والعضلة اللي بتقطع عليها القرن ديال الملوي، والجنحة التي لا قرن لها. قال لا، غايجوا كلهم قرنهم، وخا كانوا عندهم هدنية، هذه جنحة وهذه عضلة وهذه كذا. قال لا، غايجوا كلهم قرنهم. ماذا تفعل هذه الأبقار وهذه الأغنام بهذا البخيل؟ شو كان جريء؟ فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كثر من القرون ديالها تحطيم قرونها. كلما مرت عليه كدوز عليه عاد إليه أولها، وينطح في قاع القرقر. معنى الكلام أنه كاين على كشف في مساحة واسعة، ما كاينش فيه تخبى، هذا عدد شديد. إن الله عز وجل معاشر الفضلاء لم يكلفنا بما لا نطيق، وإنما كلفنا بما نطيق. 40 شاة اللي عنده 40 شاة ومر عليها الحر ومر عليها العام، فاستفاد من لبانها وأصوافها وما إلى ذلك. إذا حال عليه الحول يخرج شهادة، يخرج سكتة. لكنك أخي الحبيب بخلت بذلك، فإياك إياك. معاشر الفضلاء، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته إلا ومثل له يوم القيامة شجاعا أقع له زبيبتان يطوقه ويأخذ بلهزمتيه، أي بشدقيه، ويقول: أنا مالك ألا كنزك. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم. سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة، سيطوقون
العمل يمثل لصاحبه يوم القيامة شجاعاً أقرع. ما معنى شجاعاً أقرع؟ ثعبان عظيم. قال أهل العلم هو أقرع. ما سبب تساقط شعره؟ كثرة سمه. من كثرة سمه تساقط شعره. له زبيبتان مفزعتان كيجي البخيل ولا شي خمس ذكر فياخذ بشفقين شفقين وكتان كيشدو واش يقول لي انا كنز انا مال انا المال ديالي كنت دير في الكورس الثانيه ما كتقول ما كتبتش واحد تقول على راسي بيه انا اللي ما بغيتش انا اللي حفظت عليا وحفظتني اكثر مما يحرس العريس على عروسه. ما تخليش البرد يوصل ليه وغيز تخلو تشي حاجة الجزاء. شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه من كل نفس. معاشر الخبراء نسأل الله العلي الكريم أن يوفق أبنياءنا إلى إخراج زكواتهم إنه ولي القادر عليه والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفوا. معاشر الفضلاء لمانع الزكاة عقوبة في الدنيا، عقوبة قدرية وعقوبة شرعية، عقوبة قدرية وعقوبة شرعية. العقوبة القدرية أن الله عز وجل يمنع القطر عن الناس، يمنع الأمطار عن الناس، يمنع الخيرات عن الناس بسبب منع أغنيائهم وامتناعهم عن أداء الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم الزكاة إلا ومنع القطر من السماء. ولولا البهائم لم يمطروا. هذه عقوبة قدرية. المال مال الله كما سبق وان ذكر، وانت مستخلف فيه، الكون لله، الرازق الله تعالى. من يمطر السماء؟ من يحرك الصحف؟ لا حركة ولا سكون في الوجود الا باذن الله. اخي الكريم، ان الله عز وجل كتب رزقك وانت في بطن امك، فقدر ان تكون غنيا فاستجب له. ان العقوبة القدرية خطيرة لا تنحصر فيك أيها المانع، وإنما تتعدى لكل المسلمين. ما منع قوم الزكاة إلا وحرموا القطر من السماء. هذه العقوبة القدرية. العقوبة الشرعية: إن الحاكم المسلم، إن الحاكم المسلم له أن يأخذ الزكاة قهرا ممن امتنع من أدائها. الحاكم يأخذها قهرا منه، قهرا يأخذ ولو من امتنع عن الزكاة فعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا. ولهذا لما منع الناس الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على ذلك أبو بكر الصديق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. الحاكم المسلم يقاتل مانع الزكاة. ولهذا لما أراد أبو بكر الصديق أن يقاتلهم عارضهم على الصحابة. الفتن الكبرى تكون في حاجة إلى رجال مثل أبي بكر الصديق. قال: والله، قال: والله لو منعوني، والله لو منعوني عقالا قنبا أو عناقا، يعني واحد لاتريس غيره، كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. فما فرق أبو بكر بين الصلاة والزكاة. قال: والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدوه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. إذا هذا العقوبة الشرعية أن تؤخذ منه قهر. معاشر الكرام، لا شك أن لهذه الزكاة فضل.
إنها من أوصاف المتقين. إن دفع الزكوات للفقراء من الأغنياء للفقراء من أوصاف المتقين. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا خيرا من الليل ما يهجعون، ومن أسحارهم هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. لكي خلوا الزكاة وفي مصاف أهل الله وأهل الخير والفضل، وفي مصاف الربانيين، وفي مصاف أهل الجنان إن شاء الله. معاشر، إن الزكاة تنمي المال، هذا فضل. قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. سيدنا محمد كيفون رغم اللي كتخلى الزكاة، هذه البركة اللي كتخلى فيها الزكاة راه ما كتنقصش ليك راس المال، راه كتزيد ليك راس المال، ما كتنقصش. ما تحسبهاش من قياس المادي، احسبها من قياس الربان. ما نقصت صدقة من مال. والله تعالى أخبر بذلك: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقة. الربا كتمحق، لا تكاد على الأبد تجد متعاطي الربا فالحا في الربا. والله متعاطي الربا لا يموت إلا فقير، لكي تعرف الربا والله لا يموت إلا فقير وعليه ديون. أعطي شيكات وأعطي وأعطي وأعطي، نرجو من ذلك يقول لك شي حاجة ما يقول لك شي حاجة، لكن أعطي الزكوات. لكي يعطي الزكاة كيكتر المال ديالو، ربا يربو أي كثر الأموال. يمحق الله الربا ويربي الصدقة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل ثمن. اسمعوا الحديث الجميل، أنصتوا لهذا الحديث الجميل وفي الصحيح من وفي البخاري: من تصدق بعدل ثمن، صدقتي بالقدر ديال الثمن، من كسب حلال، لأن الله لا يقبل إلا الطيب. هذا الحديث من كسب حلال، لأن الله لا يقبل إلا الطيبة أخذها الله بيمينه. هذيك الصدقة اللي كتصدق سواء كانت ديال الزكاة فريضة أو صدقة التطوع، أخذها الله بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوه، كما يربي أحدكم فلوه. هذا اللي كيربي عنده شي فرس بقاش غير كيربيه وقتل، فيجده يوم القيامة مثل الجبل. ديك الصدقة اللي كتعطي كيكبر عليك الله يوم القيامة تبقى بحال الجبل. وتجيب لي ربي هذه الصدقة ما عمري درتها، يقول لك هذه الصدقة الفلانية كانت من مال الحلال، طيب تقبلتها وأخذتها منك بيميني وربيتها لك حتى صارت هكذا. والنصوص كثيرة معاشر الله. إن دين الإسلام هو دين الوسطية والاعتدال، حتى لا تقوم أحقاد وحزازات بين الأغنياء والفقراء. حيث الفقير المسكين دابا كيهزعوا يدوب يركب سيارة فارهة ويسكن قصرا واسعا ويأكل ألذ الأطعمة وهو محروم. احنا ما عندناش في ديننا النظام الاشتراكي اللي كيروض عن كيخوض عن الجدلية الاشتراكية، صراع الطبقات. لا، احنا ديننا كيخوض عن المحبة. احنا ديننا ليس نظاما رأسماليا يقوم على الاحتكار وعلى الظلم. احنا دين الإسلام دين رباني، دين الرحمة. عندما يخرج الفقراء الأغنياء صدقات أموالهم ويمسحون بها دموع يتيم ويدخلون بها الفرحة والبشرى والطمأنينة على أرملة ويودون فاتورة كراي أو نوائي أو على مسكين، فإنهم يدخلون بذلك السرور والفرح ويزيدون في اللحمة بينهم وبين الفقراء، فيغض الفقراء الطرف عن أموال إخوانهم ويدعون له بالغيب أن يكثر منهم ويكثر أمثالهم، فتقوم في المجتمع المسلم المودة والرحمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم.
للجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تفاعل سائر الجسد بالسهر والحمى. اللهم أغني فقراء المسلمين، اللهم وفق أغنياءهم لبدء الزكوات، إنك ولي ذلك والقادر عليه. صلوا وسلموا على البشير النذير السراج المنير صاحب الوجه الأنور والجميل الأزهر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وخصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عنا معهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر أمير البلاد وملكها محمد السادس نصرا تعز به الدين. اللهم هيئ الأمير بقامة خير تعين على أمر دين الدنيا. اللهم وفقنا لخير الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.